عافية عليك. بابا رجال شنو؟ مش رجال من يشوف مرة صدق بيش كيلو والله ترى خير رياجيل أجيبه بخمسين ألف. شنو رجال؟ هذا كم رجلي قلت له شبيك خاف صير روح ترى أقوى رجال بخمسين ألف قال هواي. منو بخمسين ألف؟ ولك منو بخمسين ألف أي واحد تجيبين؟ على هاي الحجاية لزوم تتندمين، حكيت على الزلم فهميني أبوك منين؟ عدك لا شرف لا عفة لا ظل دين، حكيت على الحموك إن الشفولك ريج الوقفة وعالسواتر خاطر تعيشين، استحي المام رباية وكلامك عيب ولو هو انت اصل العيب ما تعرفين، صوت الخلفك ما قادر يربيك كظل سانك ولا بعد تتمادين.